صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل قاضيا في بلد لا يحكم بشرع الله، ولكني اخترت الحكم في القضايا التي تختص بالضرائب فقط، والسؤال: فهل حكمي في قضايا الضرائب من الحكم بغير ما أنزل الله؟ الفرائض، الضرائب، أحسن الله إليك، ضرائب، نعم أحسن، الحكم اللي بغير حق من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا كانت هذه الضرائب من باب الظلم وأخذ أموال الناس فهي باطل، لا يجوز هذا. نعم.